السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله من كل مكان. معاكم أحمد رأفت من قناة المتخصص المعلوميات، وإن شاء الله فيديو جديد عن مشكلة الصوت في جميع إصدارات الويندوز اللي بتقابل ناس كتير جدا. وأنا كنت شرحت الموضوع ده قبل كده، ولكن في ناس كتير ما تحللش معاها الموضوع إن الصوت مش شغال. فممكن يكون أنت بتستخدم الجهاز والصوت شغال طبيعي جدا، وتيجي تقفله عادي بالطريقة العادية وتفتحه مرة تانية بتلاقي الصوت مش شغال، او ايقونة الصوت بيكون عليها علامة اكس زي اللي انت شايفها تحت دي كده، بيكون عليها علامة اكس او ما بتكونش عليها علامة اكس والصوت بتاعك مش شغال. طبعا دي المشكلة دي بتكون شائعة جدا، او بتلاقي ان الصوت مثلا في الويندوز شغال بشكل طبيعي وبعدين فصل من تلقاء نفسه وانت شغال عادي من بدون اي قفل بدون اي حاجة. المشكلة دي في ناس بتغير ويندوز كامل بسببها، مع ان ممكن ان انت تحلها بخطوات بسيطة وسهلة جدا من خلال النسخة اللي انت مسطبها حاليا على جهازك بدون ما تغير اي نسخة ويندوز على الجهاز مرة اخرى. كل ده هنتعرف عليه ولكن بعد الانترو. طب يا شباب، زي ما قلت في المقدمة كده ان احنا ان شاء الله هنحل عن طريق كذا طريقة في اصلاح الصوت الخاص بجهاز اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، وبرضه لو ما اتحلتش بالطرق دي سيبها لي في الكومنتات وانا وانت بندور مع بعض لغايه ما نوصل لحل. معايا اكتر من خطوه هنجربها، وان شاء الله المشكله بتاعتك تتحل في اي خطوه من الخطوات اللي انا هشرحها. واول خطوه معايا وهي الطريقه العاديه جدا عن طريق مانجر، يعني هاجي هنا لو انت عندك زيز بي سي او ماي كمبيوتر هعمل كليك يمين واختار كلمه مانج، ومن كلمه مانج طبعا بيفتح لك الواجهه دي كلنا عارفينها، بنزل على كلمه ديفايس مانجر دي وبضغط عليها وابتدي ان انا ادور على كلمه ساوند فاصله فيديو اند جيم كنترول. طيب بيكون عندك هنا تعريفات الصوت الخاصه بجهازك، وفي تعريفات انت ممكن تكون من كتر ما انت سطبت بتكون نازله ومش شغاله. انت هتدور على ايه؟ هتدور على الاتش دي اي ام دي اللي هو كارت الصوت اهو، هاي ديفينيشن او الهاي ديفينيشن على طول. ممكن تلاقي عليها علامه السهم الصغير ده، وهي كده بيكون معمل لها ديسيبل من تلقاء نفسها. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ اول حاجه ان انا هضغط على هعلم على دي واضغط كليك يمين كده واعمل كلمه ايه، انيبل ديفايس. انيبل ديفايس، اول ما هعمل انيبل الجهاز تاني بيبتدي يتعرف على كارت الصوت الموجود على النسخه عندك وبيبتدي يعرفه. طيب انا بعد ما عملت انيبل ديفايس العلامه اتشالت ما اتشالتش، بيطلع لك ولو انا دوست عليها بيطلع لك ان في ايرور عندك في قلب المشكلة او في قلب الجهاز بتاعك. هعمل ايه تاني؟ هاجي بعد كده انا هقفل دي خالص اهي. طيب انا عملت دلوقتي كانت ديسيبل عملتها انيبل. طيب نفترض ان انت لقيتها اصلا انيبل، ان انت اللي دخلت لقيتها بالوضع ده، انت بنفسك اعمل لها ديسيبل كده تمام، وارجع تاني اعمل لها ايه، انيبل. انا هعمل لها انيبل اهو. طيب دي كده اول طريقة معايا ان انت بتعمل ديسيبل لكارت الصوت بعد كده تبتدي ان انت ترجعه تاني. دي ما اتحلتش معاك، هعمل ايه تاني؟ هاجي هنا على كارت الصوت خالص واعمل له انستول ديفايس، ان انا اهو هعمل له انستول، ان انا هشيل تعريف كارت الصوت اصلا من على اللاب بتاعه اهوت كده، انستول هعمل انستول للاثنين. تمام يا شباب، انا كده ما عنديش اهو تعريف اي صوت على الجهاز، هعمل ايه؟ هاجي هنا اعلم على كلمه ديسكتوب اللي فوق دي كده الخاصه بجميع خصائص تعريفات الجهاز، واجي هنا على كلمه السيرش دي او السكان فور هاردوير تشينجز واضغط عليها، بيبتدي ان هو يعمل تعريف لكارت الصوت اوتوماتيك عندك على الجهاز. تمام، يبقى انا كده بعمل تعريف اوتوماتيك اهو، نزل لي تعريفين تاني للصوت متفعلين وكله تمام. المشكله اتحلت؟ برضو ما اتحلتش، هنفضل مع بعض لغايه ما نحلها. يبقى انا كده عملت اول خطوه، عملت ديسيبل ثم انيبل ثم عملت انستول لكارت الصوت وعملت له تسطيب مره اخرى. دي كده اول طريقه معايا، هنقفل دي خالص كده وابتدي ان انا اعمل ايه؟ عن طريق موجه الاوامر او عن طريق قائمه رن. هجيب قائمه رن منين؟ من عن طريق السيرش هنا. تمام يا شباب، ان انا هكتب هنا في السيرش كلمه رن. طب لو انها مش عندك السيرش تحت هضغط على كلمه او علامه الويندوز زائد حرف الار في نفس الوقت بيطلع لك قائمه رن بالطريقه اللي انت شايفها دي. تمام، هعمل ايه تاني؟ هكتب اسم او امر انا هسيبه لك ان شاء الله في الديسكريبشن اسفل الفيديو، هكتب كلمه سيرفز دوت ام اس سي اللي انت شايفها قدامك دي، سيرفز دوت ام اس سي، واختارها كده وابتدي اقول له اوكي. ممكن يجي لك رساله ان انت تدوس عليها اوكي، طبعا انت داخل على خصائص الجهاز، فلو ما جاتش دي القايمه اللي هتفتح لك بالوضع الطبيعي جدا، اكبرها لك عشان تشوفها اكتر، دي القايمه اللي هي هتشتغل معاك. هدور على ايه هنا يا عم احمد؟ هلاقي هنا
اتنين في الويندوز او كلمتين خاصين بالاوديو بتاعك، هلاقي كلمتين. طب هلاقيهم اسمهم ايه؟ ويندوز اوديو. طب انا هدور في كل ده؟ لا، هي مترتبه ترتيب ابجدي على حسب حرف البدايه بتاعك، هتنزل لغايه ما تجيب حرف الدبليو اللي هو بيبتدي بيها كلمه ويندوز. انا جبت كلمه ويندوز اهي، ابتدي اشوف اهدي ويندوز اوديو وادي ويندوز اوديو، هضغط عليها تمام واعمل كليك يمين، وبعد كده ابتدي ان انا ايه اعمل ستارت. طب انا دوست ما لقيتش لا ستارت شغاله ولا ستوب شغاله ولا اي حاجه خالص شغاله، يبقى المشكله مش هنا، المشكله لسه في الخطوه الجايه اللي احنا هنشوفها مع بعض. هنسيب الصفحه دي زي ما هي لانها ممكن نرجع لها تاني. هنزل القائمه دي تحت كده واروح للامر الثالث معايا، وهو عن طريق كنترول بانل. هفتح كلمه كنترول بانل برضو، ولو هي مش عندك من قائمه ستارت هنا هتلاقي كنترول بانل، او في البحث تحتك تكتب كنترول بانل لغايه ما تلاقيها معاك. ادي كنترول بانل اهي، هفتحها. طبعا كلنا عارفين كنترول بانل. بعد ما بفتح كنترول بانل افتحها لك خالص اهي، اعمل هنا على الكاتيجوري واخليها لارج ايكون بحيث اعرض كلمه ساوند الخاصه بالجهاز بتاعي. هاجي على كلمه ساوند فين اهي، كلمه ساوند، وابتدي اضغط عليها كده، ابتدي اقول له يس ان انا عايز افتح القايمه دي. تمام، انا كده جبت ايه؟ جبت قايمه الساوند الخاصه بالجهاز بتاعي. هدور على كلمه سبيكر اللي موجوده هنا، اعمل كليك يمين، ولو انا لقيتها ديسيبل هعملها انيبل. يعني انا لو لقيتها بالاسلوب ده كده، لو انا لقيتها ديسيبل، ادي العلامه الحمراء اهي، هبتدي ان انا اضغط عليها واعمل لها ايه؟ انيبل مره ثانيه. هاجي بعد كده على نفس كلمه السبيكر دي واضغط كليك يمين كده وانزل على كلمه بروبرتيز، وبعد ما اضغط على كلمه بروبرتيز هاجي هنا على كلمه ليفلز، ومن كلمه ليفل اتاكد ان الايقونه دي السبيكر هيدفون ان هي تكون 100%. تمام، ما تخليهاش قليله جدا، انا هتاكد ان هي 100%، وابتدي ان انا اقول له ايه؟ اوكي. بعد ما انا ضغطت اوكي واضغط تاني على كلمه اوكي كده، انا علقت الصوت، كارت الصوت يا شباب السماعه اشتغلت معايا تحت اهي، ادي التعريف بتاعي. طب لو انا رحت كده للديفايس مانجر هتلاقي التعريف متعرف معاك ما فيهوش اي مشكله. هعمل الخطوه الرابعه كمان معاك، علشان لو دي كمان ما اشتغلتش مع حد يبقى في خطوات تانية تقدر انك تحل من خلالها مشكله الصوت. قبل ما اروح للخطوه الرابعه، الصفحه اللي انا قلت لك سيبها عشان ممكن نحتاج لها، اللي احنا فتحناها دي اللي هي من الامر سيرفيس دوت ام اس سي. بعد ما انا عملت تعريف الصوت من السبيكر من جوه اهو، لو انا جيت ضغطت، اللي انا كنت قايل لك ان الايقونه ما فيش اي حاجه ظاهره، لو انا عملت عليها كليك يمين هتلاقي ستوب ظهرت معاك اهي. تمام، الاول ما كانش فيه حاجه ظاهره، فانت ممكن تلاقيها ستوب كده. يعني انا ممكن لما افتح دي هلاقي ان الويندوز اوديو هنا ستوب، فهتلاقي كلمه ستارت ظاهره معاك، هضغط عليها عشان اعمل ستارت تاني لتعريف الصوت. زي ما انت شايف تحت برضو ان الايقونه اشتغلت معاك. يبقى هي يا جماعه عباره عن عده خطوات مترتبه على بعضها. ما لقيتش دي، اعمل اللي جايه، امشي مع نفس خطوات الفيديو علشان نوصل للحل مع بعض. هاجي بعد كده لايه؟ برضو من نفس قائمه ران، احنا هنقفل دي خالص كده، من نفس قائمه ران كده هضغط على علامه الويندوز زائد حرف الار، وهكتب الامر ده برضو ان شاء الله هصبغه لك تحت في الديسكربشن، ام اس كونفج، ام اس كونفج اللي انت شايفها دي، وهبتدي اضغط كده عليها واقول له اوكي. واجي هنا هعمل ايه؟ هاجي على كلمه سيرفيس، سيرفيس، وادور على كلمه ويندوز اوديو. زي ما انت شايف مش معمول عليها علامه صح، دي برضو مشكلة الناس بتنساها، ان انا هعمل هنا علامة صح واعمل هنا علامة صح ان انا فعلت او عملت راننج للويندوز ايديو بتاعي الخاص باللاب او الكمبيوتر ديسكتوب العادي، واضغط على كلمة ابلاي ثم اضغط على كلمة اوكي. لو طلب منك ريستارت هتعمل ريستارت للجهاز بتاعك، انا هعمله بعدين. تمام، دي كده الخطوة الرابعة معانا اللي احنا قلناها لتعريف الصوت على الجهاز. هعمل ايه تاني؟ الخطوة الخامسة من خلال قائمة ستارت هنا عندك او علامة الويندوز دي، واجي اضغط على كلمة الاعدادات او سيتنج، ومن سيتنج اخش على كلمة سيستم. هعمل ايه في سيستم هنا؟ بعد ما اخش على سيستم هاجي هنا على كلمة الساوند واختار ساوند، واتأكد برضو ان الماستر فوليوم هنا 100%. تمام، وده كده المايك شغال معايا اهو، اثناء ما انا بتكلم المايك شغال معايا، يبقى انا كده تعريف الصوت بتاعي والمايك تمام معايا جدا. كده انا عملت ايه؟ انا خلصت اعدادات النسخة ان انا اشغل الصوت او كارت الصوت بتاعي. ما تقعدش تلف تاني على اي حاجه، لان الكام خطوه اللي انا قلتهم لك دول خاصين بالنسخه بتاعتك في اعدادات الصوت. هعمل ايه بعد كده؟ هبتدي ادور عن طريق النت. اول حاجه ان انا هسيب لك برضو ان شاء الله اللينك ده في الديسكريبشن تحت. ده اول موقع معانا، وانت هتفتح كلمه جوجل عادي بحث جوجل، وهتكتب اتش بي درايفرز، وده التعريفات الخاصه بالجهاز بتاعي. اول ما تفتح بيفتح لك معاك الموقع اللي انت شايفه بالطريقه دي. هاجي هنا على كلمه اذرد اللي انت شايفها دي واضغط عليها.
طيب انا هنا مش عارف السيريال بتاعها، هقول لك في اخر الفيديو هتجيب السيريال منين. طب لو انا مش عارف، هبتدي هنا اضغط على ليت اتش بي ديتكت يور برودكت، ان هو بيتعرف على الجهاز بتاعك سواء كان لابتوب او ماذر بورد خاصه بيك، وابتدي ان انا اضغط عليه كده، بيبتدي ان هو ايه زي ما انت شايف ويتنج فور اكشن تو بي كومبليتد، يعني هو بيبتدي ان هو يدور على الموديل بتاعك، هو بيتعرف على جهازك ويجيب لك التعريفات الخاصه بجهازك تلقائي من الموقع الرسمي اللي هو اتش بي نفسه. تمام يا شباب، وده خاص باي موقع، يعني ما تربطش الموضوع باتش بي، ممكن تلاقي ديل او لينوفو او ايسر او سينكباد، كل دول هتلاقي كل موقع رسمي، ويبتدي ان انت تدخل السيريال او تعرف الجهاز باوتوماتيك على النسخه بتاعتك بالجهاز بتاعك، بيبتدي يجيب لك التعريفات الخاصه بيك. تاني حاجه معانا الموقع ده ان شاء الله برضو انا هسيب لك اللينك بتاعه تحت، ده موقع فيه تعريف اوديو او تعريف صوت شامل لنسخه ويندوز من اول 7 و8 و8.1 و10 و11، ان انت بتنزل كارت صوت بيبتدي يتعرف على الجهاز بتاعك بطريقه عاديه، ومش بتحتاج ان انت الموديل بتاعك بالظبط. لو انا ضغطت هنا على كلمه، هسيب لك ان شاء الله اللينك ده برضو في صندوق الوصف، داونلود هنا او داونلود اوديو ويندوز 10 و11 وما قبله، يعني مالكش دعوه بالكلمه المكتوبه، هو وما قبله ليه للنواه 64 بت ولل 32 بت للنسخه بتاعتك، بيبتدي ينزل كارت الصوت وان انت تعرفه مانوال. تمام يا شباب، وده برضو هنا برضو ان شاء الله هسيب لك لينك التعريف بتاعك برضو او اللينك بتاع الموقع ده في صندوق الوصف، ده برضو تعريفات اوديو برضو انا دورت عليها شغاله مع جميع انظمه الويندوز اهو، هتعمل من هنا داونلود او من هنا داونلود، وابتدي جرب كارت صوت لغايه ما تشوف الكارت اللي هيمشي مع النسخه الكارت اللي موجوده عندك في الجهاز، ويبتدي ان هو يشتغل. طيب لو انت قابلت مثلا موقع تاني خالص، احنا بنتكلم دلوقتي لو انت قابلت موقع تاني خالص غير اللي انا كاتبه ده، ولقيت التعريف بتاعك بس انت مش عارف تجيبه، لان هو بيطلب منك مثلا السيريال الخاص بجهازك سواء كان لابتوب او ماذر بورد خاص بجهاز كمبيوتر او بي سي عادي، هعمل ايه عشان اجيب السيريال بتاعي ان انا احطه في موقع يبتدي يجيب لي تعريف الصوت بالظبط؟ هاجي هنا برضو من كلمه ران، او ان انا هضغط على علامه الويندوز وحرف الار بيطلع لي الاوامر، بكتب هنا ايه، بكتب الامر ده هسيبه لك في صندوق الوصف ام اس اي ان اف او 32، بعد ما بضغط عليه بقول له اوكي. تمام، ده كده فتح لي الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز بتاعك. فين الرقم بتاعي يا عم احمد؟ السيستم اس كي يو، السيستم اس كي يو هو ده الرقم التسلسلي بتاعك، بتبتدي ان انت تكتبه وتروح تحط السيريال ده في قلب الموقع اللي انت هتقابله لو طلب منك سيريال، ويبتدي ان هو بيجيب لك تعريفات الجهاز بتاعتك كلها، كارت النت وكارت الشاشه وكارت الصوت والفريم وير بتاع الجهاز، كل حاجه بيجيبها لك بالظبط. اخر حاجه معانا ان هي ايه، عن طريق برنامج درايفر ايزي او عن طريق حزمه الدرايفرز اللي هي الباك سوليوشن، ان انت بتنزل برنامج يبتدي ان هو يتعرف على الجهاز بتاعك ويجيب لك جميع تعريفات الجهاز مره واحده، وتحمل كارت الصوت بتاعك. طبعا ده لما بيكون في نت متوصل. درايفر ايزي في منها نسخه مجانيه تكفي جدا بالغرض ان هو بينزل لك كارت الصوت بتاعك، دي كل مشاكل الصوت زي ما انت شايف هو الصوت اتعرف معايا. تمام، دي كل مشاكل الصوت على بالنسبه للنسخ الويندوز. يا رب يكون الدرس عجبك وافادك، وبرضه مشكلتك لو ما اتحلتش سيبها لي في الكومنتات وانا هدور لك عليها. ما تبقاش بخيل معايا، وانزل اعمل لي لايك على الفيديو واشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.